ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي الصائمين، أعزائي المشاهدين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقيكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برامجنا خلال هذا الشهر الفضيل. نسعد في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الشيخ إدريس ماكن عبد الرحمن، إمام وخطيب مسجد الشهداء حي المطار. نستضيفه اليوم في هذه الحلقة لنتحدث مع فضيلته حول أهم الأنشطة الرمضانية التي يقوم بها خلال هذا الشهر الفضيل. بداية نرحب بفضيلة الشيخ. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كما تعلمون نحن نعيش هذه الأيام، أيام هذا الشهر الفضيل، ودخلنا في العشر الوسطى من هذا الشهر المبارك. فضيلة الشيخ، نحن نعلم أن لهذا المسجد دور كبير وبارز في الأنشطة الدينية وخاصة في هذا الشهر الفضيل. في بداية هذه الحلقة فضيلة الشيخ، ما هي تهنئاتكم للأمة الإسلامية بمناسبة هذا الشهر الفضيل، قبل أن ندخل في حيثيات وتفاصيل ما تقومون به من أنشطة خلال هذا الشهر المبارك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أسعد عبيده في شهر رمضان، وأن نكون من عتقاء هذا الشهر المبارك. ونهني بهذه المناسبة الأمة الإسلامية جمعاء وأمة التشهدية بالأخص والمسلمين منهم، هذا الشهر المبارك، شهر الفضيل، شهر الرحمات، شهر النفحات، شهر البركات، فرصة الله سبحانه وتعالى جعله لعباده حتى يتقربوا إليه بصنوف التقربات من الأعمال الصالحة ومن الإنفاق ومن العبادات المتعددة. فلذلك أهني جميع بهذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على أن نعمل صالحا يرضاه. فضيلة الشيخ، طبعا تعلمون أن لهذا الشهر نفحات، وكذلك أيضا جهود كبيرة تقومون بها خلال هذا الشهر، ونعلم أن لهذا المسجد أنشطة دينية في رمضان وغيره. فضيلة الشيخ، خاصة في هذا الشهر الفضيل، ما هي أهم البرامج الدينية التي تقومون بها خلال هذا الشهر؟ أهم البرامج التي نقوم بها في هذا الشهر المبارك، كالعادة أن المساجد حينما يأتي رمضان الناس يستعدون لإقامة هذه الشعيرة العظيمة، وكذلك الصلاة التراويح وقراءة القرآن والأدعية والدروس الرمضانية. الدروس الرمضانية لدينا دروس ودرسين أساسيين، درس الفقه مع فضيلة الشيخ فضل أرغم مني، ذاك بعد صلاة الظهر مباشرة، ويستمر إن شاء الله هذا في الفقه العبادات، والناس يتفقهون في دينهم. وكذلك معي بعد صلاة العصر في مدارسة القرآن، تلاوة ومدارسة في عام واحد. فالسنة الماضية قد أكملنا جزء عما، وكذلك السنة قد سرنا في جزء تبارك، واليوم واقفين في سورة القيامة. فهذه من جزء من الأنشطة. وكذلك النشاط الرئيسي القمنا به في هذا الشهر، طبعا كما هو معروف أن هذا المسجد
بناه الراحل المقيم مارشال تشاد رئيس، ربنا تقبله إدريس ديب إدنو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. وهو قد انتقل إلى دار الآخرة من العام الماضي 2021 مثل هذا الشهر في شهر رمضان يوم 7 من شهر رمضان، لذلك رأينا لقدسية هذا الشهر والزمان نريد أن نحافظ على هذا التاريخ، لذلك قد قمنا بإفطار الصائم وكذلك التلاوات والدعوات والذكر، وبعد ذلك جاء الإخوة والدعاء إن شاء الله حضروا ذلك حتى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد على رأسهم رئيس المجلس كان حضورا، وكوكبة من العلماء والدعاة حاضرين، فلذلك أقمنا ذاك اليوم. فهو يصادف تقريبا يوم 19 أو 20 من شهر 12، ولكن شهر أربعة نعم. ولكن نحن أردنا أن نحافظ على هذا التاريخ، تاريخ يوم 7 رمضان. يوم 7 رمضان من كل عام إن شاء الله سنقوم بذلك الأنشطة حفاظا على قدسية شهر رمضان، والإنسان المسلم الذي يموت أو ينتقل يستشهد في شهر رمضان له مكانة حين الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب النيران جميعا وفتح أبواب الجنان جميعا وقيد الشياطين. فلذلك إنسان عندما يموت في شهر رمضان إن شاء الله نعتبر أن هذا الإنسان يكون شهيد وإن شاء الله يدخل الجنة وهو يؤمن بالله ورسوله، وكذلك هذا الرجل له ميز معروفة في هذا البلد خاصة وفي إفريقيا عامة وفي العالم أجمع، قد اشتهر بأنه يحب الدين صادقا في اعتقاده، كان في أي شيء يتعلق بالدين لا يلعب به، كان يهتم به اهتماما شديدا بالقرآن وأهل القرآن والأدعية. فلذلك يعني نريد أن نهتم إن شاء الله من في شهر رمضان حين استشهاده، وكذلك من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. بهذا انطلقنا إن شاء الله أن نجعل له دعوات وكذلك قراءة قرآن، ليس هنا فقط في ذلك اليوم، أذكر في مدينة أبشية وغيرهم من الإخوان قد اتصلوا بنا مئات من الختمات قد ختموا لمشير تشاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بواسع رحمته وأن يجعله في آل العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففقده كان حزين، ولكن شهر رمضان له مكانة، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول. أسابكم الله فضيلة الشيخ الإمام إدريس ماكن عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد الشهداء، هذا المسجد الذي بناه فخامة مشير تشاد رحمه الله ليكون هذا المسجد ملاذا ومنارة للمسلمين في هذه العاصمة. فضيلة الشيخ، أنا وأنتم الآن نرجو أن نتابع التقرير النشاط الرمضاني الذي أقامه هذا المسجد بمناسبة ذكرى وفاة مشير تشاد في يوم 7 من هذا الشهر الفضيل، نتابع هذا التقرير. 7 من رمضان لعام 1442 هو اليوم الذي توفي فيه مشير تشاد إدريس ديبي إدنو دفاعا عن الوطن، ولإحياء ذكرى هذا اليوم نظمت التلاوات القرآنية التي صوحبت بإفطار للصائمين من قبل إمام مسجد الشهداء الشيخ إدريس ماكن عبد الرحمن، وذلك بمشاركة فاعلة للصائمين يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ محمد خاطر عيسى. إمام مسجد الشهداء قدم كلمة ذكر فيها محاسن الراحل، داعيا المسلمين بالتضرع إلى الله عز وجل أن يدخله في واسع رحمته. الأب الحنون والبطل الشجاع القائد والسياسي المحنك رئيس هذا الوطن السابق مارشال إدريس ديب إدنو، فقدناهم مثل هذا اليوم يوم 7 رمضان الماضي، وهذا أول ذكرى هذه تقام هذا اليوم، لذلك يعني أردنا أن نتذكر مآثره وكذلك
يعني ما قدمه لهذا الوطن الكبير، فلذلك حاولنا أن نختم القرآن وكذلك نهدي ثوابه. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الدكتور محمد خاطر عيسى تطرق إلى الإنجازات التي حققها فقيد الأمة مشير تشاد. وهو ناصر للقرآن وخادم للقرآن بلا شك، القرآن الذي ظهر في هذا البلد وانفردت به هذه البلد في جميع ربوعها. يعني استشهاده صادف هذا اليوم اللي هو اليوم السابع من رمضان، واليوم يعني بهذه المناسبة نتذكر ذلك القائد العظيم الذي قدم للإنسانية، قدم للبشرية، قدم لوطنه، قدم للدين، قدم للعقيدة الكثير والكثير. هذا وقد طلب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور محمد خاطر عيسى من المواطنين بالتضرع إلى الله عز وجل كي يدوم الأمن والاستقرار اللذان صنعهما المشير في حياته بفضل الله العلي القدير. نرجع إليكم فضيلة الشيخ إدريس ماكن عبد الرحمن لنتحدث حول هذا الشهر الفضيل. فضيلة الشيخ، تعلمون أن شهر رمضان شهر عظيم ونحن الآن في العشر الوسطى من هذا الشهر المبارك. فضيلة الشيخ، ما هو توجيهكم، ما هو نداؤكم للإخوة الصائمين في هذا الشهر المبارك باغتنام ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، توجيهنا وكذلك إرشادنا للإخوة والأخوات في هذا الشهر، شهر مبارك، شهر موسم من مواسم الله سبحانه وتعالى جعله للمسلم حتى يزداد حسنات وكذلك مكفرة للسيئات، وذلك يعني يعتبر شهر رمضان مدرسة للتدريب. هذا الإنسان جبل في حياته على أنه يأكل ويشرب طيلة نهار وكذلك يأخذ الملذات، ولكن حينما يأتي شهر رمضان يضبط الإنسان، يكون إنسان يعني يصنع له قوة الإرادة والصبر والتحمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة وقاية، ولذلك إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وفي رواية ولا يصخب، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الله. فالإنسان في العادة أي إنسان يعني يريد أن ينتقم أو إذا شتم يريد أن يرد الشتم بصاع صاعين أو غير ذلك، وكذلك الضرب بالضرب، ولكن عندما يأتي شهر رمضان الأمور تختلف. هذا الإنسان يشتمك وأنت مستطيع أن ترد، ولكنك تتذكر أنك صائم لله سبحانه وتعالى، لذلك لا تضربه ولا تشتمه، بل تقول له كلام طيب ومبارك تذكره، ألا تقول إني صائم، حتى هو كذلك يتعظ بهذه الكلمات. بهذه الطريقة نربي النفس وكذلك نزكي النفوس ونطهر القلوب في هذا الشهر. اللسان مضبوط، يعني لسانك لا يشتم ويدك لا يضرب، والرجل كذلك لا يمشي في أماكن الحرام، والعين لا ينظر إلى أشياء المحرمة، والأذن كذلك لا تسمع إذا أشياء المحرمة، يعني ضبط كامل. فلا يسخب إنسان، لا يضجر، لا يتضايق، لا يغضب في شهر رمضان لأنه صائم. بهذه الطريقة الغضب مضبوط عند الإنسان، لا يغضب، إنسان يكون حليم، يعفو ويصفح. في ذلك شهر رمضان شهر عفو وشهر التسامح، كثير من الناس يعني هذه فرصة الناس يغتنموا حتى يصفحوا بينهم ويتسامحوا ويعفوا عن بعضهم بعضا، حتى نعيش في أمن وسلام ووئام. لا بد من أن نحترم الآخر، يعني عندما يشتمك إنسان أو يضربك حتى لا ترد له، هذا يعني نوع من الحلم ونوع من تحمل الأذى. وبهذه الطريقة إنسان يتدرب في شهر رمضان، لا شك أن شهر عظيم، شهر القرآن كذلك، لا ننسى أن الذكر مهم جدا في شهر رمضان، وكذلك قراءة القرآن والصلوات. الإنسان هذا صائم طيلة نهاري، الجوع والعطش، وإنسان يتحمل، وعندما يأتي ويشرب الماء لا يتم ساعة
ويؤمر بأن يقوم بصلاة العشاء وكذلك التراويح. هذه تدريب، يعني ده تدريب براه، إنسان يستطيع أن يعني يؤدي يغير هذا من سلوكياته، إنما يغير من سلوكيات هذا الإنسان، يقوم السلوكيات وكذلك يكتسب كثير من القيم والأخلاق الفاضلة. تمام، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إضافة إلى ما ذكرتم، الإنسان أيضا في هذا الشهر فضيلة الشيخ بحاجة إلى العمل الخيري، أن يكسر منه فضيلة الشيخ. إذا ما هي أوجه العمل الخيري التي يمكن للإنسان أن يجتهد يعمل فيها خلال هذا الشهر؟ لا شك أن هذا الشهر مثل ما قلنا أنها فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القربات، من ضمن ذلك الإنفاق في سبيل الله. إذا استقرأنا القرآن نرى أن الله سبحانه وتعالى حث الإنسان المؤمن أن يساعد أخوه المسلم أو أخوه الإنسان، حتى يعني بالإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والله سبحانه وتعالى جعل الإنفاق ركن، يعني ركن من أركان هذا الدين، من أركان الإسلام، إخراج الزكاة. ويعني صار كثير من الأغنياء يخرجون زكاتهم في شهر رمضان طلبا لمزيد من الأجر والثواب. فلذلك نحس الميسورين عليهم أن يعتنوا بالمساكين والفقراء والمحتاجين، حتى يعني يكون هناك يحدث نوع من التوازن الاجتماعي والتضامن والإخاء والود. هذا الفقير إذا رأى أنه كل عام الغني يخرج زكاة ويعطيه، عندئذ يحصل بينهم الوئام والمودة والمحبة، لأن في تلك المال له حق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، خاصة الزكاة يعني حق، وكذلك إنفاق العادي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، كان أجود الناس وأجبد ما يكون، كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. تخيل الريح المرسلة يدخل في أي مكان، يعطي أي إنسان، يأتي بالأمطار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونحن له أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك يعني إنسان يوم القيامة يكون في ظل صدقته. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس في الإنفاق يعني في كل مرة، وحتى الصحابة عندما أحدهم لا يجد شيء ينفق يؤجر نفسه ويمشي السوق ويحمل أشياء على ظهره يعتل، يعني بهذه الطريقة يأتي ببعض النقود أو المال ثم ينفق على نفسه، وكذلك الجزء الآخر ينفق في سبيل الله. هذه القوة رزق، يعني إنسان لا يكون غني حتى ينفق. أي إنسان ينفق، هذا الإنسان الصحابي ما عنده شيء، ولكن رأى أن قوته رزق ومشى واشتغل وجاء بالمال وقسم جزء لأهله ولنفسه، كفى نفسه وكذلك أعطى الآخرين. يد العليا خير من يد السفلى، ففرصة الإنسان إن شاء الله يكتسب الحسنات في شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، تشيل تمرة تراه لا يساوي شيء ولكن عند الله سبحانه وتعالى كبيرة، تشق نصفين، تأكل أنت النصف وتعطي نصف الآخر لأخيك المحتاج. فإلى هذه الدرجة الصدقة له مكانة، إن لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأهل القبور عندما يعني يريدون الرجوع إلى الدنيا طلبوا من الله سبحانه أن يرجعوا من الدنيا حتى يتصدقوا. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. وذلك في سورة المنافقون، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق
فأصدق وأكون من الصالحين. فنحن عندنا فرصة الآن عايشين في الدنيا وفي يد أحدنا مال، وكذلك قل أو كثر علينا أن ننفق في سبيل الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قدر الاستطاع ننفق في سبيل الله حتى ندخل في رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. أثابكم الله فضيلة الشيخ الإمام إدريس ماكن عبد الرحمن، إمام وخطيب مسجد الشهداء حي المطار بالعاصمة، ينجمنا جزاكم الله خير على هذه الكلمات التوجيهية الطيبة. أيها السادة المشاهدين الصائمين، نعلم أن فضيلة الشيخ إدريس ماكن أحد كبار القراء للقرآن الكريم، فنسعد في هذه الحلقة أن نستمع إلى شيء بسيط من تلاوته، فتفضل فضيلة الشيخ. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. أحسنت وبارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه القراءة الطيبة المباركة. أعزائي المشاهدين الصائمين في كل مكان، أنتم في متابعة لهذه الحلقة التي نستضيف فيها اليوم فضيلة الشيخ الإمام إدريس ماكن عبد الرحمن، إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار هنا في العاصمة إنجمان. فضيلة الشيخ، في نهاية هذه الحلقة، ما هي الكلمة الأخيرة التي تودون تقديمها للإخوة المشاهدين؟ كلمتنا أو وصيتنا الأخيرة للصائمين، الله سبحانه وتعالى بدأ بهذه الآيات، آيات الصوم، بالتقوى وختم بالتقوى. إذن الغاية من الصيام تحقيق
التقوى، خوف من الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. إذن علينا أن نسعى نحقق هذه الغاية، وفي نهاية رمضان نخرج من هذه المدرسة بشهادة التقوى، عندئذ نكون من الفائزين، نهذب أنفسنا، نضبط اللسان من الكذب والقيل والقال واللغو وكذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وكل الجوارح نضبط، وكذلك نطهر القلوب ونزكي أنفسنا حتى ننال رضا الله سبحانه وتعالى، ونعفو عن الناس ونصفح على مستوى الأسرة وعلى مستوى الجيران وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى السياسيين. كذلك إنسان لو هو سياسي ما يعفى على أنه يتمادى في الخصومات هكذا. وبهذه المناسبة جاء الدور للإصلاح الوطني في هذا الوطن تشاد، فالسياسيون الآن في حوار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل بهذا الحوار بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. أبناء الوطن واحد، عليهم أن يضعوا السلاح والخصومات جانبا ويحكموا صوت العقل ويجلسوا في الأرض ويتحاوروا ويصلوا إلى النتيجة حتى نستطيع أن نبني هذا البلد، وكذلك نترك للأجيال بسمة طيبة مباركة حتى يعيشوا في وئام وسلام وأمان واستقرار. ولا ننسى كذلك قيادة هذا البلد، ربنا يوفقهم إن شاء الله، هذا الرئيس الشاب كذلك ربنا يوفقه، رئيس محمد إدريس دبي إدنو، فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه وكذلك الساسة الذين معهم وكذلك المجلس العسكري وكل القائمين بالأمر، ربنا يوفقهم على أن يقودوا هذا البلد إلى بر الأمان. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وكل عام وأنتم بخير. ولا ننسى الدعاء، الدعاء الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء في وسط آيات الصوم حتى يحصنا على الدعاء، وللصائم دعوة لا ترد، دعوة مستجابة، يعني حاضر الملائكة. فلذلك علينا أن ندعو لأنفسنا ولأهلنا ولجيراننا ولوطننا وللمسلمين عامة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والاستقامة. بارك الله فيكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واعتقنا من النار، قل بأيدينا، سامحنا واسترنا. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، وحد كلمتنا، قوي شوكتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء محفوظا من كل الشرور والفتن، ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. يا رب العالمين، وفقنا على أن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أعطي كل منا سؤله فيما يرضيك، يا من بيدي خزائن السماوات والأرض. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الذي بنى لنا هذا المسجد يا الله، وانتقل إلى جوارك وهو محتاج إلى رحمتك، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وارحم أموات المسلمين أجمعين، واختم لنا بحسن الخاتمة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بهذه الدعوات المباركات أعزائي المشاهدين الصائمين، نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي سعدنا فيها كثيرا بصحبة فضيلة الشيخ الإمام إدريس ماكن عبد الرحمن، إمام وخطيب مسجد الشهداء هنا في العاصمة إنجمينة بحي المطار، حتى نلتقي مع فضيلته في لقاءات قادمات أخرى. نستودعكم الله أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.